رجعنا من جديد في سبور ميكس والتحق بين الأستاذ كمال بن خليل. نعتذر على رداءة الصوت في الجزء الأول، تو نعاودوا نحكيو مع فخر الدين بن يوسف على فخر الدين قلبي عفوا على الأسباب نتاع القطيعة مع اتحاد بن جردان. لكن قبل هذا رحبوا بالأستاذ كمال بن خليل. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا، مرحبا بك سلام، مرحبا مختار مروان وفخر الدين. عندي مد عليه، راني كلمت المخرج نتاع الصوت باش يطيح من مستوى لطون لأن النص أنت سبب الأزمة معنا. قلت له بربي حط شوية تخشخيش هكايا لطون لأن النص. به ممتاز. باش نبدلوا شوية في الكوندكتور، أنا رجعوا لك فخر الدين، تعاود الكلام اللي كنت تحكي فيه خاطر ما وصلتش يبدو أن السيدة المستمعين. لكن قبل هذا باش نحكيوا على المشكل اللي صاير بين مهدي النفطي والجامعة التونسية لكرة القدم. معنا بالتليفون محامي مهدي النفطي الأستاذ عبد الله الجلالي. سي عبد الله مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا في إسلام، صباح النور وتحياتي للجميع. هذه في بالي يضيف سي كمال بحذاك صديقي هذاك. بحذانا سي كمال بن خليل، فخر الدين قلبي، المدرب السابق اتحاد بن جردان، مختار الترابلسي كيف، مدرب المحلل الفني والمشاكس الأول مروان تاجي. بلغلهم تحياتي جماعة. الله يسلم عليك كمال بن خليل، صديقك عبد الله خويا وصاحبي باش. معك عقود سنوات وسنوات عشيري. ربي يبارك لك يا عبد الله، عايش. إن شاء الله ديما منور البلاتويت خويا. منور بيك خويا، عايش. سي عبد الله، الأزمة يبدو أن زادت كبرت بين مهدي النفطي والجامعة التونسية لكرة القدم. والله يا اسلام شو قلت خويا؟ خويا كانوا يحبوها تكبر، نحن نحبوها ما نحبوهاش تكبر وما يحبوها تكبر. خويا شنو تحب نقول؟ معناها توا كيف نرجعوا من اول ما صارت عملية التعاقد، مش ما نحكيوش على أزمة، بذلنا كل ما في وسعنا لتجنب الخلافات. السيد مهدي النفطي راهو كان قاعد على روحه في اسبانيا يدرس في عروض الدوم تاع الليغ دو تاع اسبانيا، ما جرى في جرى حد، ما عمل حتى اتصالات، ما عندوش حتى علاقات كيما تقولوا انتم ساعات في الجرغون تاع الواحد، ما عندوش لا لوبيات، ما يعرف حد. جاي اتصلت به الجامعه التونسية قدم كرة القدم واقترحت عليها انه يجي يتفضل يعاون في تدريب فريق الوطني. فراح هو وقتها جاي ومعناها وتفاوضنا وتناقشنا وجلسنا مرارا وتكرارا وخرجنا بعقد. بعد ما رعنا إلا وشنو هو معناها أنه سيفوز البنزرتي يرفض التعيين متاع سي مهدي النفطي. مانيش بحبنا، ما نحبش نرجع للحيثيات والتفاصيل خطر يمكن تاخذ برشا وقت، وحكيت فيهم ديجا شوية لدظهر لي انتزم. اي حكيت فيها مقبل يا إسلام، ولكن راهو للعلم رانا مرة أخرى راهو مهدي النفطي عمره ولا رفض أن يخدم مع سيفوز البنزرتي. فوز البنزرتي هو اللي رفض أن يخدم مع مهدي النفطي. وثاني حاجة، انا راني من حتى من المنطلق راني ديما نحمل الجامعه ونحمل سلطه الشرف المسؤوليه في النقطه هذه، لانه زاد حتى فوز بنزرتي كان ما جاش عنده لافال، وكان ما جاش عنده كان ما جاش معنا سوتنو من سلطه الشرف، ما كانش يرفض تعيين مهدي النفطي، ولكن قالوا له ارفض ونحن معك. هاول التاريخ يا سيدي، وراي سلطه الجامعه تقريبا راه ما كان عندها حتى دور منذ ان شنو سلطه الشرف. شكون تقسم على كمال دقيش؟ الوزارة. أنا ما تحدث على أشخاص، ما نتحدث على الوزارة، ولو مش لازم نزيد ونطلع فوق من الوزارة، ولكن خلينا في الوزارة. معناه اللي صار أنا نجم نأكد، وهذا على عكس ما يقال، رئيس سلطة الشرف فرضت فوز البنزرتي. سلطة الشرف هي اللي أقل زاد فوز البنزرتي، فماش استقالة راهو للعالم. سلطة الشرف هي اللي قاعدة تعمل في كل شيء. نحن تو هنا علاش دخلت في النقطة شنو مش فوز البنزرتي استقال؟ لا 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 لا، كان جابش استقيل فوز بنزرتي، راه كيرجع من المطار واستقال، ما استقالش فوز بنزرتي. هذه ما عادش فما معلومات مؤكده ولا تخمينات ولا شنو معناها هذا؟ معلومه مؤكده. خاطر الكلام على ذمتك انت سي عبد الله وتحمس ويدك فيه معناها. اكيد. تفضل. اكيد. دونك اللي نحب نقوله لهنا، اللي نحن راهو اجتهدنا وحبينا نتجنبوا المشاكل، وقعدنا حتى في وقت من الاوقات قعدنا ننتظروا في باش تتسمى الكوميسيون فيفا هذيك، على اساس شنو في بيننا؟ على اساس انه في بيننا الكوميسيون باش تجي تشوف الوضعيه هذه الشائكه والمعقده الى حد ما، وباش توصل فيها. ما رعنا الا ما عندها حتى لا نيه ولا استعداد ولا قدره على اتخاذ اي قرار. فماش راهو اللي عملته انا، راني تو اسلام راني ما كنتش نتكلم من الفارغ، انا راهو تو حتى في المده اللي فاتت كي قلت لك راهو سلطه الشراف
هي اللي قاعده تسير في كل شيء. معناته في بالك المده اللي فاتت سيد كمال يدير قاعد يعمل اتصالات بمدربين وقاعد يشوف، يستحيل صوت مشرف اللي قاعد تعمل اتصالات، وذا كيف كيف خذوا على ذمتي على على المسؤوليه. ما ايش قاعد يعمل كمال يدير غادي معناك؟ والله سيتي بون كيستيون دير. انا مع انه اكبر ملف هو صادفه في كمال يدير، معناها هو الملف هذا نتاع تاع مهدي النفطي سي فوزي بن زرتي. مش كان هذا برشا ملفات كبيره، ملف التحكيم على كل اي هذا من اهم ملفات اسلام وقت اللي جاء هو وتسلم مقاليد التسيير غادي. انا لعلمكم انا ومهدي قابلنا سي كمال يدير في الكولوار، كان معنا بالوقت معناها ما حكيتهم بعضكم. لا من بقى قعدنا خلي بوليتر بريسي، ومن بعد معناها قعدنا مع سي مالوش، قعدنا مع سي شيد. بس اسمع، لقينا انه المساله معناها ما خذاوش المساله بجديه، ولقينا انه خاصه معناها خلي نقول شويه يمكن القطره التي فاضت الكاس، ولا انه زادت بعدها حتى هي قطرات اخرى، ولكن المساله نتاع اقتراح للوكو قالوا شلون نقترح عليك تشد انت منتخب الشان للوكو، ولكن تحافظ على نفسك، ولكن نحيوا لك الكرهبة ونحيوا لك في اتصال هاتفي بيني وبينه. قلت لي ما كانش رافض انه يشد لوكو، ما كانش رافض بكل، وكنت انا شجعته مادي وحمسته لانه قلت بوركوا با، وسيتي اون اوكازيون يقعد يكون متواجد في تونس ويبدا بالليلوكو، ومن بعد ينجم يتسلم اذا كان معناها وفقه ربي يتسلم المقاليد الفريق الكبير. ولكن بالله انت كيف تجي كجامعه وكممثل برك، نحن ولينا مره نقعدوا مع سنين مره مع سمح احترامي ليهم، انا راهو علاقتي طيبه على المستوى الشخصي، تبقى في طريقه التعامل مش هذا بكل. هذا معناه انا في الاخر شو معناه تجي تقول انت كي هو اخر مساعد في الفرق مش حتى في الفريق، ما نقولش في الترجي ولا في الفريق ولا حتى في الفرق كي يجيبوا مساعد من الخارج، يا سلام تو ذا معقول المساعد من الخارج كله ما نعطيكش كهرباء ما نعطيكش دار برا فرق سعكريه وحدك ولا بريد كهرباء وحدك. معناها هو طريقة التعامل مع مادي ما كانش تعامل معاه كأنه تونسي، معناها معناتها مش هو كأنه تونسي، هو بالفعل تونسي، هو مادي حاب يتعامل معاه كأنه أجنبي والجامعة تعاملت مع تونسي معناها. لا 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 عفوا يا لا يا اسلام مش هذا القصد. تعاملوا معاه باستنقاص من قيمته. أنت كان جايب أنت تعرف اللي هو مادي متزوج بأجنبية ويعيش في إسبانيا وبش يجي لهنا كيفاش تحبوا بالله تحبوا يبدا يدور من اجونس لاجونس يفركس على كريا ولا يكري ما شنو طريقه التعامل هذه؟ معناتها كي تقول نحيلك انا نحيلك انا من ليزافونتاج هذا وما عندكش الحق في الليبي وما عندك اي، معناها هو ظاهر وواضح انه الفكره الغير معلن عنها انه الناس كلها تدفع في مهدي النفطي وتدفع في محامي مهدي النفطي للاتجاه للتاج. نحن راهو انتوا مشيتوا للتاج ديجا ومشينا ماناش فرحانين يا سلام، راهو مشينا مش فرحانين، مش معناها توا مش مساله انه واحد مش قديش في هذه جامعه ساعه، هذه جامعه يتحمل مسؤوليتها وكان غلطه يلزم تعاقب وكان تخطئ في حق الناس وفي طريقه تعاملها مع الناس يلزم تتحاسب. قداش المبلغ اللي طالبوا به سي عبد الله؟ هذاك راهو بالله باش ما نبقاوش نطبق خاطر تقال مليار و200 صحيح هذا؟ هذه راهو هذه بون هو معناها المبالغ اللي مطالب بها ساعه راهو في اطار الكتاب بريليمينير، معناها في اطار عريضه اوليه، مازال ما فما حتى شيء، راهو ما فماش حكم ولا على العكس ما قالت انا ما فماش حتى حكم راهو صادر ضد الجامعه. اي انتم طالبوا الطلب طلبتوه بعد تصير نيغوسياسيون وحكم وينقص شوي بالضبط. نحن راهو حتى في بعض التيجان للتاس التاس زيت بعثت للجامعه وقالت لها راهو فما بروسيدور كيف كيف فما اجراء لمحاوله اجراء لايجاد صيغه صلحيه كيف كيف الجامعه لحياتها اللي من تونيتي ما جاوبوهاش؟ ما جاوبوا في حد شيء، جاوبوا بعثوا لهم قالوا لهم شنو على شنو طالبين على مستوى الفورماسيون بالاربيتراج تكوين الهيئه التحكيميه. وانا كنت اقترحت معناها انه يكون محكم وحيد باش نقصوا من المصاريف على الاطراف الكل، معناها اربيتر يونيك بروديور لوكو على الناس الكل. فكيف كيف ما فماش حتى اجابه لا حياه لمن تنادي فراغ كبير عارف. معناها في الجامعه يبدو لي حتى في القضيه هذه مع الاسف فراغ، ونحن من حتى في النزاع انا راني ما نحبش نتبع نزاع قال اخر جمهور فريق واحد ولا كيف الشوكولاه ولكن سي شادلي شادلي الرحماني عضو هيئه التسويه في قناه التاسعه مع صديقنا ايمن زروق قال فما اتصالات مع مهدي النفطي حتى بعد ما خرج فوز البنزرتي نجم يكون موجود هو مدرب جديد للمنتخب، صحيح هذا ولا؟ والله هو سي شادلي معرفه قديمه باش من معرفه قديمه وشخص اركن له كل الاحترام، ولكن هذا ما صارش لانه الناس كل تعرف معناها بما فيهم هما الجامعه اللي ممثل نتاع مهدي النفطي معناها هو محدثكم عبد الله الجليلي فقط، معناها فماش معناها كان مش صارت اتصالات راهي صارت
راهي صارت معايا انا دونك هذا ما صارش. وال بون معناها واكثر من هذا نقول شكون يتصل بشكون؟ انا ما فهمتش يا اخي هما معناها تو كيف يتحدثوا هل انهم هما في التريو معناها اللي يسير معناها الهيئه مع احترامنا لها هما قاعدين يبادروا يتصلوا بمدربين انا لا حد علمي ما اتصلوا بحد ولا حد علمي انهم قاعدوا ينتظروا في خلينا نقول ينتظروا في تعليمات ينتظروا في تعليمات لين في اخر لحظه تبين عز سلطه الاشراف على ايجاد مدرب بحثت سلطه الاشراف ما لقاتش وسلطه الاشراف ما اتصلتش لا بيان على المستوى هذا لا بيان لا بمهدي بطبيعه الحال دونك هذه الاتصالات هذه مع مهدي ويبدو لي مهدي مازال مهتم بتدريب المنتخب ظل حتى في عقده مع الخور اللي عامله فما كلوز هل يخليه انا نفسي وقت اللي هو وقت اللي كان يتفاوض مهدي خاطر ما تعرف تو حتى لهنا سليم نحن يمكن نتحدث على زوج مواضيع مع بعضهم في الاثر سنتهم دي الحاجه الاولى انه الفات انه مهدي كيف يتعاقد هذا من شانه انه يخفف العبء من بعد على الطلبات اللي طالبوا بها قدامك علاش قلت انا طلبات مش نهائيه معناها تاخذ بعين الاعتبار انه بعد القطع التعسفي للعلاقه التعاقديه ذيك انه المتضرر ولا الشاكي كمان ما قعدش نقاش يومي معناها عمل عقد اخر هذا من شانه انه يخفف شويه وذيك علاش انا الى حد ما معناها ما كنتش ضد انه مهدي يتعاقد مع الخور في الوقت هذاك. والحاجه الثانيه سالتني قلت لك دو بوان باراليل ما شو اسمه فكره الرجوع للمنتخب الوطني اذا طلب منه ذلك انا قلت معناها طالبت مهدي بانه يخلي الامكانيه في العقد وهذا ما كان معناها كان جات فما معناها سلام تو نحن شنو نجم نلخص وانا معك شنو نلخصه في الموضوع انه كان جات فما نيه من الجامعه التونسيه لكره القدم للاصلاح الوضعيه هذه كان جات فما نيه للمراهنه من جديد يا سيدي على 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 مهدي النقي راهو لقاو منا كل الترحاب ولقاو منا كل التفاعل الايجابي لكن هذا ما صارش حتى اتصالات معناتها الحل امور وديه لا رسميه لا غير رسميه حتى الاتصالات بامور وديه انتهت في اخر مره في اجتماع ما نحبش نحكي على تفاصيله على خاطر خرجت منه مستاء جدا اللي صار ملي كنت فيه انا في الجامعه واللي سمعت فيه الحديث من نوع متاع انه يشد الوكو وينحي وما يخدش سياره وما يخدش دار من غير ما نحبش نزيد نتحدث في تفاصيل اخرى خاطر حسيت اللي طريقه التعامل ما فيهاش احترافيه وما فيهاش بتدر انا معناها كانه قاعدين نضيعوا في الوقت وكانه كيما نعاود نقولها كانه فما رغبه كالكبار تدفع يا عباد برا ونمشي مشكيو للتاس مازلتوا تعمل وسمعت وانا الكلام هذا حتى من المسؤولين ممتاز. فقط تجيني توضيح يقول لي راح يقول لي رحماني ما قالش فما تصيرات يقول نجم يكون من مرشحين مهدي النفطي فقط ما قالش تكلمناه واتصلنا به هو انا اللي انا بدي اللي سمعته وسلم انه قال البيس نتاع ماهيش النفطي اني با اكسكلو حاجه في السونس هذا اي ما قالش كلمناه باش نكونوا واضحين ننقلوا معلومه صحيحه زيد اي ما هو قال ما وقعش الموقع مش مستبعد معناها مش مقسم من قائمه المحطوطة قيد الدرس ولكن الرئيس مو هو مقصى ما معنى بما أنه ما صارش حتى اتصالي هو قال زينا ما كلمنا حد وقت تسألوا على سامي ترابلسي وجلال القادر قال زينا ما كلمنا حتى اسم والله يا سلام انتم في انتم الصحفيين بجانب لا يسألون قلنا شكون كلمت يا أخي في الأخر كيف قعد معناها كيف في الأخر كيف قعد سي فوزي بنزرتي مع احترامي ليه وفرض روحه وهو فرض المساعد نتاعو انتم معناها حتى أنا قلتم نهار اللي معناها روسي فوز بنزرتي قعد في ندوه صحفيه وبعدها في قيس اليعقوبي والمساعدي مشاور حد ما فما حتى عقد الى يوم الناس هذا معناتها المساعد اللي تعدى الى موقع المدرب الاول تو ما عنده حتى عقد جاي معناها جابوا سي فوزي ومشى سي فوزي وقعد السيد هذا اونتر تون انتم كهيئه تسييريه معناها السؤال شو عملتوا انتوما معناها ابار راهو ساعات اذا كان ساعات تحاسب انت مش على القرار اللي خذيته تحاسب على القرار اللي ما خذيتوش. باهي فقط الاستاذ كمال بن خليل حبيت فعل معك
وي عبد الله اهلا بك. لان نحب نتفاعل في نفس اتجاه عبد الله لانه اللي حكاه معناتها عبد الله تو معناتها مش خاطر صديقي اما ناكد لك انه يعرف ايش قاعد يقول ويوزن مليح كلامه مش في اول مره معناتها 10 متاع سنين دونك نعرفه. اللي فاجأني من كلام عبد الله مش كلام عبد الله معناتها اللي فاجأني لو كونتوني معناتها التراخي ولا جوديغي الاستقاله من طرف الكوميتي دو نورماليزاسيون معناتها سي كمال يدير ومن معه. صحيح عقد نفطي معناتها وقعت جامعة وصف جليل، لكن إذا كان وصلنا لنقطة العودة فأنا معناتها أعتقد أنه على كمال يدير أقل هنا. وأنا فهمت معناتها العركة القانونية اللي هي قانونية هي في ظاهرها عركة متاع احترام، ما كانش نجم يكلموا ويلقوا حل ودي. أنا نأكد لك قبل ما أنا نأكد لك لأني نعرف عبد الله مليح. نأكد لك لو كان في طريقة الانفصال حوذية مهدي النفطي بقدر أدنى من الاحترام، وهذا قاله لي سي عبد الله حتى في القرف أكثر كلمة عاودها لي الاحترام. أي معناتها الحقيقة معناتها طيب أنا وعبد الله وبرشا زملاء محامين نداولوا في الشأن وهو معنا مدرب معناتها ومعنا مدربين زوز مدربين يعني يجي عاملك يقول لك برمشي شوف دار وشو معناتها بلغة أخرى. قبيليك حكيتوا على التونسي أنت تقصد عامله كمقيم في تونس معناتها حتى المقيم هاو مدرب هنا يا اخي تقبل بالضبط. انت فريق فخري ولا مختار يا جمال اي فخري نسوي حتى كان في بنغردين نسوي يوفروا لك دار كيفاش عبد الله هذه بديهية يا جمال يا جمال يا صديقي تو نحن سي كمال يدير نحترموه ونعرفوه ملي متراس كلوب افريكا من 2005 و 2006 ويعرفني معرفه شخصيه يا عجبكش هذاك اللي فهمت يا جمال انت تقبل انه في الاخر حكينا معاه في الكولوار ولا حكينا معاه بالواقع. لا 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 انا صدقني ساسكو جالي يدير اكثر من اكثر الحاجات اللي فاجئوني يعني يا حبيبي انا موضوع على بالي من الاهميه معناتها مدرب ناخب وطني ماهوش ناخب مساعد لانه يعني في العقد نتاعو معناتها الراجل حوذي بكل الاحترام اللازم في عقد مدرب وطني هو كره الكريرتي فوزي ناخب هو مدرب وهو مدرب وطني تحكي معاه في الكولوار سام مينوت تو هذا كلام ومعناتها تقول الراجل وتقول الراجل شبيه تنرفز وشبيه شكا تيشكي بيك في ليزانستونس الكل تيشكي بيك في ليزانستونس الكل وهذا هو. انا فهمت من كلام عبد الله انه هي عركه نتاع احترام معناتها انت ما احترمتنيش هاني باش نوريك انا شنو نجم نعملك. واضح حنكمل معك سي عبد الله نخليك في الاخر كان تحب تضيف حاجه. والله مالوريزمون انا راني ما نحبش يقع توظيف المساله هذه بصفه لاحقه على انه لا ما نحبش يقع على الديابوليزاس ما نحبش يقع على الشيطنه. عبد الله بالله باش نقص عليك في نفس التوجه وقريت انا قريت الروكات نتاع معناتها شوف هما باقي مدين ايديهم حتى الروكات هي روكات نتاع صلح يعني عندهم الى يوم الناس هذا امكانيه روكات نتاع صلح انه في على توا معناها تحت اشراف التاس وانه نلقاو صيغه نتاع صلح هما التوا كيما قلت سيلونس راديو معناها ما فماش ما سمعنا حتى موقف منهم هما. انا بون حبيت توجه الراي العام فقط وصلنا راه شيء مؤسف اللي قاعد يصير وانه بالله انا لا داعي لشيطنه مهدي النفطي لانه مش هو اللي بحث على هذا الكل. ومهدي راه كان مسرور جدا وقت اللي معناه قال حتى خرجك البوست قال انصاني جو في سيرفير مون بي وكان فخور جدا وجاب انتوزيازم كبير وقبل حتى الفريق نتاع وقبل ولا كان في علمكم والله لا تعني له اموال قطر ولا غيره ما تعني له حتى شيء بارابور للتحدي للديفي سبورتيف اللي كان عنده معناها حتى كي مشى لقطر وما نحبش نتكلم برشا في الموضوع مي سي كونتر كور معناها باش بور ايفيتي انه مي سينو معناها كان وحتى بعد ما مشى لقطر كانت الامكانيه متاحه انه نصلحوا الامور مع مهدي ولكن ما فهمنيش فولونتي دونك الشيء هذا اون فا با انسيتي لافنير وقال ياسر ان شاء الله الجامعه التونسيه لكره القدم تفهم شويه شنو قاعده تعمل وما نقعدوش رابطين كل شيء بانه هيئه وقتيه لانه هيئه وقتيه اذا كان انت اهم قرارات تاريخيه راهو يا جماعه وانتم اهل الرياضه ملمومين وان شاء الله تتلموا ديما في الخير يا اخي تصور كيف الشفيقين معنا اللي احلى فتره يعرفها الفريق الوطني. انا ملي تولدت ما نعرفش فريق وطني يوصل الى فتره معناها بهال تدني في المستوى وكذا ان شاء الله اخي ما نقعدوش في منطقه راهو هذه هيئه وقتيه ونستناو هيئه منتخبه وين ماشيين تحب يوليو ترتيبنا 100 باش نقولوا على هيئه وفي انتظار هيئه منتخبه. على كل تحية شكرا لك سي عبد الله على دخلك معنا نعرفوا عندك التزامات في جلسه الان مشكور. شكرا لك على التدخل نتاعك خلينا عندك تعليق مختار على اللي كنت تسمع فيه وعلى خاصه طريقه المعامله ما نعرفوش شكون صحيح وشكون غلط لكن على الاقل طريقه المعامله تكون في مستوى ادنى من الاحترام.
هو أنا الحقيقة تفاجأت، أنا في بالي سيد فوز البنزرتي من بعد الحملة اللي صارت ضده، في بالي هو استقال حسبته المحامي لهنا أنه وزارة الإشراف هي اللي نحته. تقول لك وزارة الإشراف كيف كيف هي اللي قاعدة تلوج على الانترنور، شكونهم اللي تكنيسيان لوزارة الإشراف اللي هم ماخذين الدوسي هذايا وقاعدين يلوجوا على المدرب وطني خاطر أمور هذه ما تخصهمش؟ نعرف صحيح الكوميتي دو نورماليزاسيون على راسهم كمال يدير ولا شكون معاهم غاديك فنيين هما اللي يختاروا المدرب. الحقيقه برشا كلام راهو فيه ما نعرفش، خاطر هو اللي قال تو اللي فهمته انا لهنا برشا حاجات تبدلت بالنسبه بهم. شي يدافع على مادي النفطي من حقه كما قال الاستاذ وانا شاطر وفما احترام، ربما يقول لك انا سي كمال يدير هذا موضوع خاتيني ما دام عنده وزاره اشراف يتصرف فيه، ما نحبش نقعد وما نحبش نجلس معاك وما عندي حتى حل. وهذا مش معقول، ما مول الجامعه ما يوصلت الاشراف معك معك هنا راهو شفت الحكايات هذوما اللي قاعدين تخرج راهو ما نعرفش انا شنو وظيفتكم انتم، باش تعملوا انتخابات وكا ولا الكوتيديان مختار انت كمدرب ولا مروان ولا فاخري معناتها شوف ثم حاجات بالحق. انا شخصيا انا علاش نفهم عبد الله، لانه انا مره في مفاوضه مع رئيس فريق على مع ملاعبي هكا زاد بالواقف سلام عليكم، قلت له هزيت تفل ومشيت شبيك، قلت له كي تعلم الاحترام تاع نحكيو معاك يعني شنو واقف في كل كمال يدير يتعمد باش يعمل هكا ما حبش ياخذ دوسي ام هذا مهدي النفطي. انا نعرف كمال يدير مهدي النفطي ما يعرفش كمال يدير ما يعرفش، تجي ناخب مدرب وطني في الكولوار تقبلو ما تجيش هي عليه برا لوج كمال يقول لك انا جيتي سو لا بريسيون ما قصدتهاش ما، لكن الاخر معناتها راه ويجي نقول لك حط روحك في بلاصتو معناتها تغيظ ورا لا معاك معاك خلينا ناخذ تعليق من عندك بلغه الشارع حس روحو هنتلو صحيح من الاخر فهمت هي ما كاسي كمال راه ذي موش غريب علينا رانا احنا تصرفات المسؤولين معناتها ماهيش ماهيش غريب على مهدي النفطي غريب على مهدي النفطي يعني مهدي النفطي ولدنا سي كمال وولد المنتخب ويعرف اي عايش البرا معناتها عقليه البرا فهمت شوف راه كي تجي تشوف سي كمال راهي منا تكوي ومنا تشوي. اليوم كي نسمع انا المحامي سي عبد الله قال لك راهو ما يعنيلوش من فلوس قطر ويعوليو لك فلوس المنتخب معناتها لا اليوم ايش ما سمعتوش انت ايش قالك ولا قلتها لك لا هي العركه عركه احترام هو مش كاش على خاطر الفلوس راهو احنا الشارع الرياضي شنو نفهم فما عبيد تجبد تعرف انا علاش نحكي لك خاطر انا قريت الروكيت بعثها لي اسلام وقريتها كي تقرا الروكيت نتاع عباد يجاو لا لا معناتها قريتها كان ينجم يسكر الباب ويشكي راهو ويطالب مستحقات نحن احنا هو ما سكرش الباب وزولي سي سي لا فهمت علاش انا جي بريسا بوزيسيون وقت انا مروان وقت مروان يجيني معركه كبيره اكزامبل هو مختار ومروان صاحب حق معناتها يربح يجيني مروان يقول لي بربي كان كلمك مختار يجي نقعد وانت في موقع قوه معناتها انا نحس اللي انت مددك إيه؟ هذا اللي عملوا ما جوست برك الاشخاص كيما نحن كم لاعبيه وفخري يعرف معناتها يصيروا كسوء تصرف معناتها تجي هيئه ولا تجي هيئه تسييريه نورمال هذاك علاش كمال يدوم مانيفيستي توا سي كمال المنتخب في وضعية ماهيش باهيه حتى في الظروف الماديه ومادي تبارك الله معناتها اليوم زاد المنتخب عمل له اسم لازم يغزر بجميل اليوم كيفاش عمل له اسم؟ بيان سور كلاعب نسخايب كمدرب تحب ولا تكره احنا ديما نلقاو مادي عنده الحق يهاو قال لكم ما تجيش إيه قال لك يجي نلقاو حل الوسط صحيح إيه حتى الاشخاص دونك النداء يكون للجامعه مش للجامعه حتى احنا ماذا بينا اليوم حتى الشارع الرياضي خاطر باش يجي نهار ومادي بشد المنتخب راه انا نقول لك مسيره نتاع مدرب انا ماذا بيا يلقى السولح نجيب لك من الاخر تذكرش العركه مهدي وفوزي خاطر خرجت وقت سمعت واش قال لك عبد الله قال لك بربي الشارع الرياضي حتى لا تقع شيطنة مهدي علاش لانه خرجت وقتها انه مهدي النفطي وحكيت فيها انا بيرسونيلمون وقتها خرجت الحكايه انه فوزي رافض فمهدي خاطر مهدي حب ينحيه وياخذ بلاصته ويسيطر هو لا هو ذنب مهدي لا ذنب فوزي ذنب اللي عمل ذنب اللي عمل صحيت فخر الدين قلبي خلينا ناخذ رايك انت حتى فنيا نبعد على كل هذا مهدي النفطي معناتها كقيمه فنيه بالتجربه اللي عملها في اوروبا سواء كلاعب ولا كمدرب عمل تجربه كيف كيف في الوداد قادر يقود المنتخب اليوم قادر يكون هو البروفيل المناسب ولا اجي اقول لك اذا كان باش نحكيو كبروفيل اكيد عنده جميع الامكانيات والتكوين خاصه اللي يخليه انه ينجم يكون مدرب اليوم ممكن انا باش نتفكر
مدرب منتخب المغربي كي يجي باش يحكيو وليد ركراكي كي يجي باش يحكيو على الخبره نتاعو ولا نحكيو على الالقاب ممكن ما كانتش حاجه كبيره لكن في التكوين نتاعو كانت عامل نتائج ممتازه مع فتح الرباط مع فتح الرباط اكيد لكن اذا كان باش نحكيو كمده والا كخبره والا كان باش نحكيو من زاويه اخرى ممكن ما عندوش كل حاجه الكبيره برشا لكن التكوين نتاعو في الاخر بالكوليك والكومبيتونس نتاعو خلته انه يعمل نتائج ممتازه وممتازه جدا بالصدفه هو صحاب برشا مع نفتو لعبوا ببعضهم زاده في بلد وليد لا مع بعضهم خاصه لهنا باش نحكي كسوا على التكوين نتاعو كسوا من الجيل الجديد اللي نشوفه هنا اكيد في تونس عنده جميع الامكانيات انه هو نجم يكون المدرب الاول للمنتخب الوطني التونسي وطموح كل مدرب اكيد واكيد مهدي ماهوش استثناء طموح كل مدرب وعنده جميع الامكانيات انه نجم في يوم من الايام باش يكون المدرب المنتخب الوطني. باهي باش نمشيو فاصل موزيكا بعد باش يكون معنا وليد قرفاله الناطق الرسمي للترجي الرياضي التونسي باش يحكي لنا وطلب حق رد بخصوص بعض الكلام اللي تقال البارح في الحصه نتاعنا ما عجبش برشا الهيئه المديره للترجي الرياضي التونسي. نمشيو موزيكا وبعد ناخذ تليفون كيف باش تحكيو مع فخر الدين قلبي على تجربته الاخيره في اتحاد بنك الدين.